قام أول انطلاقات الصعوبة والمشاركة لهن في هذا العالم الساحر. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقتي أول أشواط الصعوبة، أول انطلاقات وتحديات الصعوبة. نسير مع المركز الأول، نتابع الصدارة والمقدمة. ما شاء الله صدارة هذه الأسماء، والمركز الأول على المركز الأول، وتابع الشاهينية على المركز الأول 398 على ما أعتقد كان شيء عنده. المركز الأول مزون، على المركز الأول محمد بن سيف بن عفرة المطيع المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، يقدم مزون خاطفة العيون. المركز الثاني شاهينية ليابر بن علي العويسي. المركز الثالث الحذرة لسالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات قدوم من قبل شعار سلطان سالم بن سلطان السويدي، وكذلك وصلت وتقدمت الشاهينية لإسماعيل بن محمد بن عبد الرسول الزجالي، قادم في هذه اللحظات. ولكن نعود مع البداية، أول انطلاقات الصعوبة، أول التحديات. مزون، مزون على المركز الأول، مزون بن عفرة، مزون على المركز الأول، والصدارة محمد بن سيف بن عفرة المطيوعي. ما شاء الله، مزون 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 على المركز الأول، عاشق سلالة مقصصة، ها هي سلالة الوضيحي. تهانينا والناموس لمحمد بن سيف بن عفرة المطيوعي المنصوري على فوز مزون خاطفة العيون يا بن عفرة. المركز الثاني، المركز الثاني والثالث كان الدخول جماعي بين الأسماء. ما شاء الله، عودة عودة يا أبو راشد، عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول سلالة الوضيحي المملوك لمحمد بن سيف بن عفرة المنصوري المطيعي. كم التوقيت يا أبو راشد؟ دقيقة وتسعة واربعين هو التوقيت. تهانينا والناموس لمالك مزون محمد بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوعي المنصوري على فوز مزون عاشق سلالة مقصص، ومزون تنحدر سلالتها من الأب هو الوضيحي المملوك لابن عفرة.